الحرباء الشائعة تنتمي إلى فصيلة الحرابي من رتبة السحالي، رتبة الزواحف. إنها النوع الوحيد بين أفراد فصيلة الحرابي الموجودة في الشرق الأوسط، وتعرف كذلك بحرباء البحر المتوسط والحرباء الأوروبية. هي النوع الوحيد من الحراب الذي يعيش في قارة أوروبا، وهي أكثر أنواع الحراب انتشارا، حيث يصل طول البالغة منها، جسمها وذيلها، إلى 30 سنتيمتر، كما ويعتبر الذكور أكبر من الإناث. ومن المعروف أن الحرباء لها قدرة على التخفي، كما ولديها جسما مفلبحا وعموديا ورأسا فريدا من نوعه. في الجزء العلوي هناك نتوءات بارزة صلبة، وعيونها جاحظة فوق الرأس، ويمكن لكل عين أن تتحرك بشكل مستقل. تتمتع الحرباء بعدة ألوان متنوعة، والأكثر شيوعا منها هي الأخضر والرمادي والأصفر. يمكن أن تقوم بتغيير ألوانها بسرعة بحسب مزاجها والبيئة المحيطة بها. لدى أصابع أقدامها نظاما خاصا، حيث يساعدها على الإمساك بغصون الأشجار. تنقسم أصابع القدم إلى قسمين، مما يجعلها تشبه المخارب المتقابلة. إن الحرباء لديها ذيل ملتصق قادر على الإمساك محافظة على التوازن والاستقرار. يحدث التزاوج خلال أشهر آب وأيلول، حيث تضع الأنثى ما يصل إلى 40 بيضة في مكان ما، ويفقس الجيل القادم خلال فصل الصيف من السنة التالية. تمتاز الحرباء بلسان لزج طويل، والذي يستخدم للصيد. تصطاد بسرعة من المسافة المناسبة لفريستها وتمسك بها. يتكون نظامها الغذائي من الفقاريات الصغيرة والمفصليات، كما وفي بعض الأحيان يصطاد الكبار منها السحالي وحتى الفواكه الصغيرة. تسكن الحرباء في أجزاء من الشرق الأوسط وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وإنها من النوع النهري، حيث تتواجد على الأغلب على الأشجار والشجيرات. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة.